مشاهدينا، ندد العالم اليمني الشيخ أحمد علي العديني بطلب النيابة العامة السعودية إعدام الشيخ سلمان العودة بعد توجيه 37 تهمة متعلقة بالإرهاب ضده، واعتبرها مرحلة انهيار أخلاقي، مضيفا أن يحاكم العالم سلمان العودة في السعودية وتهمته تأسيس جمعية النصر النبي صلى الله عليه وسلم في الكويت فهذا إرهاب. اليوم يحاكم سلمان العودة ويطالب بقتله تعزيرا، عندما كتب منشورا صغيرا دعا فيه أن يؤلف الله بين قلوب الحكام والشعوب. هذا واتسعت دائرة الإدانة لطلب النيابة في السعودية الإعدام للعديد من الدعاة والعلماء المعتقلين واتهامهم بتهم لا صلة لهم بها، وفي ظل محاكمة لا تتوفر على الحد المعقول من الاستقلالية والنزاهة بل على الحد الأدنى. إلى ذلك نقلت السلطات السعودية الشيخ عبد العزيز الطريفي المعتقل منذ أبريل من العام 2016 إلى مستشفى سجن الحائر بعد تدهور وضعه الصحي.